حسام فضيل سألتحق بك. مرحبا بك حسام. اليوم حضرتنا كثير من الفيديوهات الأكثر تداول. أكيد فيها الرياضة وفيها المجتمع منوع. ما شاء الله. جميل مرحبا بك. صباح الخير سارة. جمعة مباركة. صباح الخير محمد. صباح الخير لكل متابعي برنامج صباح الجمعة. أهلا وسهلا. سارة اليوم عندنا أخبار في شكل فيديوهات متداولة. أيوة. عندنا الخبر الأول هو نادي نور المسيلة، نادي نور المسيلة للكراسي المتحركة لكرة السلة. هذا النادي رغم تتويجه بعديد الألقاب، بطولة الوطنية، كأس الجمهورية، كأس الممتازة، شرف حتى الجزائر عربيا في بطولة في الأردن، لكن للأسف هذا النادي يواجه مهدد بالزوال. مهدد بالزوال لأنه رغم يعني ليس هناك إعانات مادية، وحتى الإعانات التي كان يتلقاها يعني تم تخفيضها من 300 مليون إلى 50 مليون سنتيم، الإعانات السنوية للأسف من الجهات الوصية. نتابع قصة هذا الفريق. طيب نروح نشوف طيب حسام، 27 لقب، 7 كؤوس جزائرية، وأيضا 8 كؤوس ممتازة، يعني فيه كثير من الإنجاز. بطولة غرب آسيا في الأردن، لكن يعني للأسف عوض أن يشجع هذا الفريق أو تمنح له يعني إعانات مالية تم تخفيض هذه الإعانة. طيب هي يعني دعوة للسلطات أنه يحاولوا يعاونوا هذوما الناس اللي راهم قاعدين يعلوا في الراية الوطنية، وراهم قاعدين يعملوا باش يعلوا الوطن ويجيبوا يعني انجازات وكؤوس، وما شاء الله عليهم يعني نورمالمون يزيدوا لهم ماشي ينقصوا لهم. نعم طبعا هذه رياضه لذوي الاحتياجات الخاصه للاسف ربما غير مهتم بها كثيرا في الجزائر، ولكن نادي بهذا الحجم من الانجاز اعتقد انه لابد للسلطات العليا ان تتدخل في انقاذه، لانه مهدد الان بالحل وعدم المشاركه في كل البطولات الجزائريه والعربيه، رغم انه بعض النوادي الاخرى التي تتذيل ترتيب البطولة تحظى باهتمام أكبر وفيه شركة وطنية يعني ترعاها، لكن هذا النادي الذي شرف الجزائر في محافل دولية ويحوز على 27 لقب لا يحظى بأي اهتمام، حتى أنه أحد أعضاء النادي اللي هو محمد سالم كلمني قال لي والله ما عندنا ترونسبور باش نروحوا نديروا المباريات. فنادي مهدد الآن بالحل، هو نداء لكل السلطات العليا للبلد في إنقاذ هذا النادي من الانقراض. نتمنى أيضا محمد أنه لا نرى مثل هذه الوضعيات للأندية، خاصة لما تكون تتعلق بذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون مفترض تشجيع أكثر من الرياضات الأسوياء. صحيح. سارة ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني هو صنع الحدث أمس، الطفلة مريم التي ضاعت في ولاية سعيدة. هذه الطفلة صنعت الحدث في ولاية سعيدة، تم العثور عليها بعد بحث حوالي 7 أو 8 ساعات في ليلة الأربعاء إلى الخميس، بعدها تم العثور عليها. نشاهد الفيديو والدها. هذه هبت على الشعب وكل سكان يعني سكان ولاية سعيدة إن شاء الله، وشكر يعني لكل الجزائريين، يعني كل الجزائريين، وثانيا أشكر رجال الأمن يعني على الخصوص
اللي كانوا يعني كان لهم الفضل الكبير يعني في وجود يعني مريم التي خصوصا يعني الدور اللي قاموه يعني ليلة كاملة كما قلت يعني ليلة كاملة يعني في بردة الطقس. طيب عن عمرها عامين. عامين. تحدث عن دور مصالح الامن حتى دور سكان ولايه مدينه سعيده الذين خرجوا في ساعات متاخره من الليل للبحث عن الطفله مريم. القصه تاعها كيفاه؟ على ما اظن الجاره هي اللي بدتها ولا هم يقولوا انه فيه بائع للمواد الغذائيه، فيه جاره لما ذهبت للبائع هذا طلبت منه حفاظات، وهي هذه الام هذه المراه ليس لها اولاد، والبائع لما شافها راح بلغ مصالح الامن، نبهت صاحب المحل هو اللي يخليهم يكتشفوا، وبعدها راح بلغ مصالح الامن. مصالح الامن توجهت لمكان يعني منزلها، وجدوها يعني موجوده في الشارع. الحمد لله يا رب لقاوها، ان شاء الله يا رب يحسوا الاطفال الصغار، من خاصه انه الظاهره هذه استفحلت في الاونه الاخيره، خطف وما الى ذلك من الامور. صحيح. ساره ننتقل للخبر الثاني، وخبر فيه يعني فيه الامل، هو خبر هذا يوسف يلتقي بوالدته بعد 20 سنه. بعد 20 سنه كان يظن أن والدته توفيت في فيضانات باب الواد، لكنه بعد بحث لعشرين سنة التقاها في دار للمسنين بمعسكر. جميل، روحوا شوفوا. نشاهد دائما هناك امل، دائما هناك خصا فيما يتعلق بالوالدين. صحيح، لما يعني نفقد والدينا نفقد طعم الحياه، يعني هو حتى بعد مرور 20 سنه لم يفقد الامل، وبحث وبحث حتى وجد والدته والتقاها. حسام حبيت نسالك، قلت انه ظن انه في باب الواد توفيت في فيضان، كيفاه لقاها؟ كيفاه ظن انها موجوده؟ هي قصه نحضروا لها، يعني ستكون سنعرض القصه يعني في الايام المقبله، هو مراسل المعسكر هو اللي اعطانا هذه المعلومات، راح يعطينا تفاصيل اكثر حول هذه القصة وكيف وجدها ومن الذي دله عن والدته، يعني سنترقب القصة في الأيام المقبلة. نعم، ركزونا على مشاعر اللقاء. أكيد. لأنه مشاعر لقاء ولد مع أمه بعد وفاتها من 20 سنة، أعتقد أنها مشاعر كبيرة. أنا اليوم صباحا شفت فيديو واحد في دولة عربية يكلم في يتيم ويعطيه في الهاتف، يعني يتمسخر به، يقول له والدتك راه حية رغم أنه الوالدة ميتة، ويقول له يلا كلمها وبعدين كذب عليه ليكتشف الطفل انه والدته صح توفيت. شوف يعني الفرق بين واحد الوالده تاعو ميته وهو يكذب عليه، وواحد بعد 20 سنه يلقاها فعلا امامه. كميه المشاعر الطيبه. لا واحد احرك خاصه على المشاهد، مشهد اللقاء الاول هذا بعد 20 سنه، وتكون ان شاء الله قصه مميزه. نعم، جميله ان شاء الله. سارة نلتقي للخبر الاخير، هو خبر طريف، اللي هو عمل انساني للحمايه المدنيه التي انقذت قطة عالقة في عمود كهربائي. هذه العملية لقت استحسان وحتى الأطفال. نشاهد الكلاب يطيروا منه في الليل. بكره.
السؤال كيف طلعت القطة للفوق. هذا هو السؤال. لازم نتحدث مع القطة حتى تجاوبنا. لا القط يصعد فقط، خدمته يطلع. يطلع صوتي. ماشي حاجة ماشي. نعم صحيح. لكن كان عمل إنساني للرجال كما يقولون. ما شاء الله، أنا ركزت على الغرابة يعني في الفيديو. كان في الأطفال، سمعتوا أصوات الأطفال يتابعوا. صحيح هم فرحانين يعني تحية رجال الحماية المدنية. صحيح. كان هذا سارة آخر خبر لهذا الأسبوع. الله يخليك. نلتقي في الأسبوع القادم. إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا لك.